في مداخلة هاتفية عبر برنامج الخط المباشر بإذاعة وتلفزيون شارقة، أعرب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عن أمنياته بالسلامة للمتضررين من الأحوال الجوية التي شهدتها البلاد مؤخرا، مبشرا سموه وأهالي مدينة كلباء بمشاريع تعيد فرحتهم ضعف الفرحة التي أدخلتها مشروعات بحيرة الحفية والحدائق المعلقة. نتمنى السلامة لجميع من تضرروا بهذه الأحوال الجوية، والحمد لله يعني بعض مناطق يعني ما أصابها، وبعض مناطق طبعا الآن يعني خلال يومين إن شاء الله 3 أيام الأمور ترجع، ونحن يعني كانوا أهل كلباء فرحانين بالحدائق المعلقة وبحيرة الحفية. نقول لهم لا، يعني ستعاد الفرحة بشيء أكبر من بحيرة الحفية والحدائق المعلقة، وتبقى إن شاء الله فرحة كلبة فرحتين، فإن شاء الله يعني ما نترك كلبة إلا وهي فرحانة إن شاء الله. يعني الناس تستغرب يعني على هاي البحيرة الحفية والحدائق المعلقة، ومعنى هذه بعدها ما يعني ما انتهت، لأن فيها معطيات كثيرة، لكن ما سيأتي أعجب من العجب الأولي يعني. وإن شاء الله نعد كلبة فرحة إن شاء الله يعني أيامنا القادمة بعد كذلك، يعني أيام الوسطى إن شاء الله، يعني يوم الخميس افتتاح جامعة الزيت وفيها تخصصات كلها الزراعة والثروة الحيوانية.